خيرت المهنة هذه بس كنحبها، نحب نطيب. مرحبا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشرة صاحبة محل للمأكولات الخفيفة. ما نعرف التجارة طريبيا، ديجا قرية تجارة، بعد قرية تجارة وقرية كيفاه نتعامل مع الزبون، وقرية باللي لازم التجارة لازم تصبر لها حتى عام عامين به دير اسمك. ثم نعرف عن بالي بالحوايج اللي راحين، عن بالي بالصعوبات اللي راحين يواجهوني، وعن بالي بالحلول تاعهم. انا كليون كيما نقولوا تاع بشرة، هي عندها ماكلة مليحة، الحنوت تاعها نظيف كيما نقولوا، الماكلة تاعها كل ملاح، ومرحبا بكم في الحنوت تاعها. واجهت صعوبات مع المجتمع، كيفاه يشوفك المجتمع، كيفاه هيك، بصح انا قدرت نواجه نظرة المجتمع دي، مش واجهتها باني هدرت ولا رجعت لهم، ولا واجهتها بالصمت، واجهتها بالصمت وبالخدمة. الخدمة في الرصيف مش مليحة، ما تكون هي حلالية وكلش، بصح تعبت فيها ياسر، تعبت. رسالتي للمرأة العربية أنها تكون مرأة في المستوى، تكون ما تضحكش هيك على مرأة هيك ما عندهاش، ولا لازم يكونوا يوقفوا مع بعضهم كي يشوفوا واحدة هيك ما عندهاش ولا عايشة ظروف صعيبة، يعاونوا بعضهم في الوطن العربي. أنا جينا من الدولة مليحة، المهم احنايا ماحناش طالبين، انا واحدة من الناس عجبتني خدمتي، عجبتني خدمتي، حابة نكمل فيها. يعاونونا لو كان بحوايج خفاف برك، بس حاجة ما ترحم، هي الشباب يروحوا للشارع ما همش راح يرحمهم الشارع. ومرحبا بيك عندي، يعني في جرودو ولاية قالما.